السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نشوفه مع بعض كيف نسحب العملات من تطبيق ليبر إلى المحفظة. أولا هذا الحساب موش تاعي، هذا الحساب تاع صديق لي برك، حبيت نعمل به السحب لأنه عنده رسوم. كما نشوفه هنا العملات نزلوا هنا، لما تضغط تشوف، لما تأتي هنا تلقى باللي خفضوا الكمية، يعني تقدر تسحب 100 عملة، 100 عملة ب2975 عملة. راح نجربو نسحبو 100 عملة من أجل الشرح فقط. روحو ندخلو إلى ليبر باي، ثم هنا ثم نعملو ريسيف، كوبيو الادرس، نرجع للتطبيق، تختار هنا ليبر باي، وإذا حبيت تسحب إلى فوكس ولات تختار هنا. هنا جبنا ليبر باي نحطه هنا، ثم 100 عملة بالسحب، ثم نضغط هنا نديروا العملية الحسابية خير وحدة تكون سهلة. 49، نضغط اوكي ونضغط على البصمة. نشوفوا العملية هنا، هنا راهي تقول بلي العملية قيد الانتظار بعد مرور تقريبا حوالي 6 ساعات. نعود نرجع للتطبيق، هنا نلقاها ولات بالعلامة الخضراء، معناها تم التحويل. هي إمكانية باش نزيد نحول، ولكن احنا حولنا من أجل الشرح فقط. نرجع للتطبيق ليبر باي، نلقاو 100 عملة هنا بمجرد ما يفتح السواب، تضغط هنا بمجرد ما يبدأ التداول، التداول تاعها من هنا لوفان ولا الاخر تاع الشهر تبدأ تداول العملة. عملة بلوكشين تقدر ترسلها، تجيب الادريس تحطها هنا، تختار الكمية، الرسوم 1.5. على العموم انتهينا من هذا التطبيق، طب كلش واضح، الشرح كامل واضح، كل ما عليك فعله هو العمل، جمع الرسوم وترسل عملاتك وتبيعهم. وفي الأخير نقولكم بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.